حابين نبغى نعرف خدمة إدارة الحلول البديلة وشو هي القطاعات أيضا اللي مهتم بها. الحلول البديلة هي وسائل رسمها طريق رسمها القانون قبل اللجوء إلى المحاكم، ولذلك تجنب أمور كثيرة. مثال عندنا ذلك التوجيه الأسري. التوجيه الأسري قبل اللجوء إلى المحاكم نصت المادة في قانون الأحوال الشخصية القانون رقم 28 لسنة 2005 المادة 16 أنه يجب وجوبي أي منازعة أسرية يجب أن تمر على التوجيه الأسري قبل أن تروح للمحكمة، قبل أن تذهب إلى المحكمة، واستثنى بعض الحالات اللي هي ما يحتاج على طول، اللي هي مثل الميراث والوصاية وأمور استثناها مثل النسب ونفي النسب وهذه على طول المحكمة. لكن اليوم التوجيه الأسري حل أمور وايدة جدا كثيرة حلها، سواء قبل الطلاق أو قبل وقوع الطلاق أو بعد الطلاق أو بعد فصل الزوج عن الزوجة، لأنه فيه ترتب عليه أبناء وما أبناء صحيح. وهالأمور فالتوجيه الأسري. بس محامينا وانت تتكلم قلت لي 2005 القانون في 2005 نعم. 2005 لليوم احنا نتكلم في 16 سنة تقريبا. صحيح. هل السنين هذه اللي مرت الخبرة اللي تراكمت عندكم هذا التوجه أن المشكلة تذهب إلى التوجيه الأسري قبل ما توصل المحكمة، شو أثار اللي لمستوها؟ لها أثار جدا، من أثارها بنقلع المشكلات. صحيح، لها أثار جدا إيجابية. أولا يا طويل العمر التوجيه الأسري يخف النزاع، إذا تم الصلح بين الطرفين يخف النزاع. أولا يخف عليه الجهد والمال، ويخف عليه دائما الشقاق يوم يوصل إلى المحاكم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ردوا الخصومة حتى يتصالحوا، فإذا فصل القضاء يثير الضقائن بين الناس. يعني يوم توصل للمحكمة وتأخذ حكم ترى يكون فيه شك في الإنسان ما ينتهي لين يموت. خلاص خط في فصل حكم غير يوم بالتسامح وبالتراضي. صحيح جدا، في فرق شاسع. الآن نشوف بعض الإشكاليات يوم توصل إلى المحاكم توسع دائرة الخصومة بين الأطراف. صحيح توسع، يعني مثلا أنا طالب سين من الناس بشيك ب100,000، الهم ما يكون في الشيك، الهم يكون في الشخص، وتوسع الدائرة يوصل إلى سب ويوصل إلى مراحل كثيرة. وبعرفوا اللي حواليه واللي حواليه وتكبر جدا. نعم أكمل الصراحة، سعيد بهذه الخطوات اللي قمتوا بها ومن سنين الحمد لله. نعم من سنين كان الصراحة المشرع حريص جدا على الإنسان، مثل توجه الدولة جدا حريصين على الإنسان. اليوم الحلول البديلة التسوية تراها ترضي الطرفين. وكيف تساهم هذه استراتيجية الحلول البديلة في نشر الثقافة القانونية هذه؟ نشر الثقافة. اليوم لما تذهب إلى التوجيه الأسري في ناس لهم شروط علشان تكون موجه أسري، مثلا جامعي في الشريعة، جامعي في علم النفس، جامعي في هذه. يا طويل العمر يوم يجيها الطرف الأول ولا الطرف الثاني يحاولون أول شيء يهدون النفوس، لأن النفس مشكلة. الخصومة عندنا في ناس تفجر في الخصومة يوم تخاصم لا طرف، والفجور في الخصومة من صفات المنافق يعني. ففي ناس يعني يوم تخاصم إنسان لين تموت وهي خلاص، مع أن النزاع هو شيء يكون بسيط يعني. أنا أبغى أرجع لنقطة أيضا مهمة وأبغى أطوفنا في من ناحية الحلول قبل الوصول للقضاء، منها توفير الوقت، والوقت يعني مال، فلما توفر وقت بالتالي أنت وفرت مال. أبغى أروح أيضا إلى نشر الثقافة القانونية، مدى أهميتها في المجتمع أيضا وخفض أرقام المشكلات ونسبها. أول شيء يا أخوي حسين، اليوم عندنا التوجيه الأسري والتوفيق والمصالحة تم إصدار قانون جديد غيروا اسمه، يعني خفض أول شيء العبء على المحاكم، ثاني شيء خفض المادة، ثالث شيء التصالح. مثل ما قلت لك دائما التسوية بين الطرفين تطلع بنفس طيبة. لما يكون شخص متزوج وهو حرمته يوصلون إلى المحاكم، أروقة المحاكم، بعدين ترى في أبناء عنده لها أثار تترتب مدى الحياة يعني. فالجماعة قايمين بجهد يعني جبار صراحة جدا في حل النزاعات بين الأطراف، وصراحة هذا الحل يعني الحلول البديلة. المحكمة تنظر لمنظور كيف نبني مجتمع طيب وكيف نبني مجتمع يتجنب هالأشياء. طيب شو الحلول أيضا الأخرى في النزاعات الأخرى اللي ممكن يتدخلون فيها قبل نصل القضاء؟ يعني في الأسرة عرفنا التوجيه الأسري، مثال يا طويل العمر عندنا التوفيق والمصالحة. قلت لك صدر قانون الشهر اللي طاف قانون رقم 5 لسنة 2021 يطول أي منازعة تجارية أو مدنية أقل من 10 مليون يجب توجه إلى توفيق المصالح. توفيق المصالح إذا لم تتوجه ترفض الدعوة. إذا عرفنا الجانب الأسري في التوجيه الأسري، والآن ذهبنا إلى الجانب الاقتصادي
مع توفيق والمصالحة. مع التوفيق والمصالحة، توفيق والمصالحة الله يسلمك، يتجهان للطرفان يحاولون في قضاء هناك وفي أشياء يحاولون يسوون بين الأطراف، إذا سووا بين الأطراف يترتب له أثر قانوني. مثل الجهات المحامية العزة نعتبر أنها مصالحة رسمية أو بصبغة رسمية؟ من ناحية قانونية بعد التصالح يسند اللي يطلع بعد المصالحة يتم التصديق عليه ويعتبر سنة تنفيذي، يعني أنت ما يحتاج تروح للمحاكم جميع درجاتها على طول تروح يعني إلى التنفيذ. خلاص توثق الأمور هذا قانونياً. جد خلاص سنة تنفيذي يكون بقوة السند التنفيذي حتى التوجيه. شو هو السند التنفيذي؟ يعني ترى محامين أنت محامي. السند التنفيذي يا طويل العمر خلاص أنت ما تسلك جميع الطرق، أنت تروح إلى النهاية على طول إلى التنفيذ. إلى آخر قرار اللي من خلاص المحكمة. التنفيذ على طول. على التنفيذ. على طول تنفذ. يعني مشاهدين إحنا نبسط الأمور القانونية يعني. ما يحتاج، فهذا يختصر لك أمور وايدة ووقت وايد وجهد. كيف اختصار محامين؟ انا ارجع مره ثانيه واعيد واستاذن فريق عملنا ان نحط عليها خطوط كثيره. انت اليوم اختصرت كل هالمسافه، كل هالجلسات، كل هالمواعيد، كل هذه المشاكل، محامين، كل هذه الخطوط فقط بانك زرت الجهه اللي قبل ما توصل للقضاء. صحيح. لا وبعد في نقطه، وغير كذلك عفوا غير ذلك انا موثقه قانونيا. لا اكيد هي موثقه قانونيا، هذه سند تنفيذي يعتبر. وفي نقطه بعد يا استاذ حسين، الان لما تذهب الى المحاكم في رسوم تدفعها، التوفيق والمصالحه والتوجيه الاسري هذا كله لا بلاش، هذا كله ممتاز ما تدفع شيء. فاليوم يا طويل العمر الانسان يوم يشوف الان الحين الحمد لله توجه الحكومه، توجه جميع المشرعين على حل النزاعات وديا، لأن الحل الودي يطيب حتى النفس من غير المادة، يطيب نفس الإنسان. بعض يحمل ضغينة على أخوه سنين. لاحظتك محامينة تروح وترجع على النفس، ما أجملك أول شيء كحضور، أنا أحييك محامينة ولك شعبية متميزة. أحييك على أن دائما مش الهدف هو أن أحصد حقي وخلاص وصار في شرخ في العلاقة خاصة بين الأسر، دائما تطيب الخاطر، النفس تكون طيبة، هذه أعتقد أولوية قصوى. أولوية وحث عليها ديننا الحليف، حث على هذه الأمور. نحن يا أخوي حسين أنت لو تشوف القضايا اللي عندنا، يجينا شخص موكل عنده قضية، بعد شهر عند نفس الطرف قضية ثانية، قضية ثالثة، يتوسع الدائرة، تتوسع دائرة الخصومة عندهم لين خلاص ما عنده هم في هذا، يأثر على صحته. نعم. يأثر على نفسيته، يأثر على ماديته. صحيح. فيتوسع. نرجع للموضوع، احنا تكلمنا عن التوجيه الاسري وتكلمنا عن التوفيق والمصالح. هل في آلية العمل، هل في اختلاف بينهم؟ في اختلاف. اولا التوجيه الاسري يختص في العوائل، الاسره يختص في الاسره، اما التوفيق والمصالحه يختص بجميع اي اجراء مدني او تجاري، مطالبات ماليه واضح تجارية. ولكن في الآلية، في الآلية ما في اختلاف، يعني لازم الذهاب، لانك اذا ما ذهبت المحكمه ترفض الدعوه، كأنك ما سويت شيء. أنت لو بتوجه للمحكمة ما تقبل دعواك، توجه أول شيء هني. مرت عليك كثيرة أعتقد من القضايا موقف جميل في تصالح ما تنساه حاملو، أنا يمكن فاجأتك بس. لا لا ما في. شوف أخوي حسين، أولا عندنا الناس تتشدد وايد في هالأمور، يعني تتشدد أول مرة، فأنت كمحامي ولا أنت كقاضي ولا أنت كمستشار قانوني، الإنسان يحاول يهدي النفس. ترى الإنسان له شقين، شق إيجابي وشق سلبي، فحاول تنظر إلى الشق المشرق منه. فمرين علينا قضايا والحمد لله حليناها ودي، ونحن كمحامين استفدنا، وهم كموكلين استفادوا، وخففنا العبء على المحكمة ولله الحمد. فأفضل طريق الصلح. نعم. شو اللي توجه خلاك أخوي أحمد توجه لدراسة القانون؟ والله توجه دراسة القانون، أنا من بيئة عرب بدو شوي، ولهم خبرة في من ناحية من ناحية العرف والعادات والتقاليد وهالأشياء. وسبحان الله الإنسان مخير وليس الإنسان مسير وليس مخير في ذي الدنيا. شو تقول للشباب اللي يحبون يتوجهون لدراسة القانون؟ كنصيحة منك أنت اليوم دراست وتخرجت ولبست لبس المحامين. والله نصيحة للشباب، العلم نور، العلم يبني بيوت لا عمد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. سواء أنت توجهت قانون ولا أي شيء، أول آية نزلت في القرآن اقرأ، فالعلم مطلوب، العلم يعدل الأوضاع وايدة ويعدل الأمور وايدة. فأتمنى الإنسان يخلص دائما في ويتوجه للعلم والقراءة. نصيحة قانونية نختم بها حلقتنا اليوم فقط. نصيحة قانونية أخوي، شيء لاحظت أن العالم كان ما عندهم خلفية فيه ودك تقولهم هذه نصيحة تبولها. نصيحة قانونية أخوي حسين، اليوم عندنا نستخدم حاجة سهلة جدا ولكن عقوبتها جدا مشددة، اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي. انت لو تشوف القضايا اللي تينا شيء خيالي،
فالإنسان هذا سلاح ذو حدين، صح أنه سهل وقرب لك الناس، لكن انتبه تغلط فيه. سبحان الله، أنا أتكلم مخرجنا العزيز يتكلم وبدوسه في نفس الوقت لأهمية الموضوع، قالوا إن شاء الله نفرد له حلقة كاملة، هذا موضوع مش بسيط، تواصل اجتماعي وأثره في المجتمع وأهمية الثقافة القانونية في التواصل الاجتماعي، أنه فعلا جدا هذا يحتاج. اليوم أكثر القضايا اللي تمر علينا كل الجرائم الإلكترونية، السب والأشياء هذه، فالإنسان ينتبه وينتبه ويتحذر يعني من هالطريق. ضيفنا العزيز الأستاذ العزيز المحامي محمد العمر المنهال، له أجمل التحية كمحامي، لأنه أيضا من المحامين اللي ينشر ثقافة التسامح والتصالح قبل وصول المحكمة. كل التحية لك، شكرا جزيلا، تشرفنا يا أخوي.